السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. النهاردة معانا تطبيق خفيف جدا وبسيط، حبيت النهاردة إن احنا ما نتقلش عليكم بتطبيقات يعني تكون تقيلة وفيها تفاصيل كتير. النهاردة جاية لكم بتطبيق بسيط للناس اللي غاوية فن الأوريجامي أو الفن الياباني اللي بيطلق عليه فن طي الورق. حتى ده دلوقتي بالذكاء الاصطناعي تقدر تحول اي صوره الى الاوريجامي او الى هذا الفن. هنشوف الموضوع ده مع بعض النهارده في دقيقتين من خلال موقع كانفا. لو دخلت على الابلكيشنز الخاصه بموقع كانفا هتلاقي موجود في نيو اند نوت وورثي حاجه اسمها اوريجامي اب. اوريجامي اب بيأد تاتش اوف بيبر كرافت للايمج بتاعتك. تعالى كده ندوس على الاورجامي فاي ونشوف الاورجامي فاي او الاورجامي فاي اب ده بيعمل ايه. كل ما في الموضوع ان انت بترفع الصوره اللي انت عايز تحولها لهذا الارت، وهو بيعمل الموضوع ده باستخدام الذكاء الاصطناعي في اقل من دقيقه. يلا نشوف مع بعض هنعمل الموضوع ده ازاي. لو رحت هنا ل اي ديزاين باي ابعاد يعني، ورحت مثلا سي رفعت صوره من الصور، هفترض ان هي دي الصوره اللي انا رفعتها، ادي الصوره بتاعتي اهي. لو انا عملت لها دراج اند دروب بالمنظر ده، انا الصوره دي عايزه احولها لهذا الفن او الاوريجامي ارت. هبص ازاي يعني، اتمنى اكون بنطقه بس بشكل صحيح. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هتبتدي ان انت تروح من هنا لابلكيشنز، وفي الابلكيشنز هبتدي ان انا اكتب في سيرش جاميفاي، وهبتدي ادور على الابلكيشن بتاعي. هو ده الابلكيشن بتاعي، وهنا بيقول لي اورجاميفاي اند ريبليس، يعني الصوره دي اللي انت عامله عليها سيلكت هحولها للاورجاميفاي ارت او اورجامي، وهبتدي ان انا استبدلها مكان الصوره القديمه. هنشوف مع بعض دلوقتي هو هيديني ايه. في اقل من دقيقه هيبتدي يحول لي الصوره بتاعتي دي للارت اللي اسمه فن الطي الورق او الاورجاميفاي. ادي الصوره اهي، اتحولت الصوره بتاعتي الى الاورجامي ارت. الناس اللي عندها خلفيه عن فن طي الورق هتحس ان الصوره اتحولت لهذا الارت زي ما احنا شايفين، وتقدر لو انت ما عجبتكش ان انت تجرب مره تانيه لحد ما توصل للشكل اللي عجبك. تعال نشوف حاجه تانيه. هنا انا مثلا هبتدي ارفع صوره تانيه، هنا هبتدي ارفع صوره تانية، وابتدي برضو ان انا احولها لنفس هذا النوع من الارت. الموضوع هو عباره عن ناحيه جماليه في التصميم مش اكتر. لو انت حابب ان انت تغير او تنوع، هنا بتبتدي ان انت تقف على الصوره وتروح للابس، وهنا علشان انا مستخدماه اخر واحد هبتدي اقول له اورجامي فاي، وهقول له اورجامي فاي اند ريبليس، وهنشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. طيب نشوف مثلا، ادي الصوره اهي بعد عمليه التحول. ممكن كمان اجرب اعمل تغيير عليها، لان انا جربت كل ما اعمل تغيير بحس ان في اختلاف او بيديني حاجه مختلفه كل مره، فانا بفضل اعمل الموضوع ده لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا شايفاها حلوه. زي ما احنا شايفين ادي برده صوره حلوه من الصور، يعني ادي النتيجه برده هنا، النتيجه حلوه جدا جدا زي ما احنا شايفين. ممكن ارجع تاني اعمل نفس الموضوع لحد ما اوصل للشكل المثالي اللي هيعجبني. ممكن نجرب نعملها على فوتو عادية خالص، حاجة لها علاقة بالنيتشر مثلا. هنا هبتدي ان انا احط صورة زي دي مثلا اهي بالمنظر ده كده، وابتدي ان انا اروح للابلكيشن واعمل لها اورجامي فاي. وبعض الناس هتقول لي هو ممكن حاجه زي كده تتحول؟ ممكن. تعالوا نشوف كده مع بعض النتيجه هتكون عامله ازاي. زي ما قلت لك الموضوع ناحيه جماليه في التصميم مش اخطر، للي حابب ان هو يستفيد من هذا التطبيق. هنشوف النتيجه مع بعض هتكون عامله ازاي. دي الصوره النهائيه ايضا زي ما احنا شايفين، النتيجه حلوه جدا، عطاني نفس الإفكت بتاع النوع ده من الارت. لو انت حابب ان انت تغير، بتبتدي ان انت تعمل اورجاميفاي اند ريبليس، وتشوف مره تانية لحد ما توصل زي ما قلت لك للنتيجه اللي انت عايزها. ده اتمنى فيديو النهارده البسيط جدا يكون عجبكم مع الابلكيشن البسيط الجديد اللي موجود على كانفا. هو مش جديد قوي يعني، بس موجود من فتره قريبه على كانفا. الناس المهتميه بهذا النوع من الارت ممكن يعجبها. زي ما بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو عجبك الفيديو، وتلف لفه كده على الفيديوهات اللي موجوده في القناه. اعتقد ان شاء الله باذن الله ممكن تلاقي فيها حاجات ممكن تفيدك، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.